بس في صاحب مكان ربنا يبارك له او راح اقتنع بيا، كان مكان كبير في مصر وفعلا فين في مصر؟ كان في ميدان سفنكس، مكان معروف يعني هناك، وبدات اشتغل عنده، ودي كانت سكه شغل حلوه. اول سكه شغل حلوه جات لك؟ اول سكه شغل حلوه جات لك، كان مكان خير عليك. بدات امسك فلوس بقى. فلوس دي ليه كانت كام ساعتها؟ هقول لك، انا كنت انا شغال هنا في قريه في صلاح سالم، بشتغل فيها اسبوعيا، كنت باخد فيها 500 جنيه بس، كنت ثابت فيها. دي بقى بدايه الدنيا، ها بدا ربنا يفتحها في وشي. 500 جنيه في ايه؟ في الحفله. كنت انا شغال كل اسبوع خميس وجمعه، ف 1000 و4000 جنيه كان الحمد لله. يعني اسدد بقى لو بقى عربيه ليموزين مثلا، تاكسي بديله بقى فلوسه، اشتريت جاكيت بالقسط فروح دافع، ده ليه عندي 300 جنيه روح دافع كده. لما روحت بقى الشغل الخليجي ده، ايه، رحت اشتغلت اول يوم، قال لي رحت، فاول حاجه يعني مشوني. فانا الراجل ده انا كنت عارفه على الفيسبوك، فبعت له يا استاذ عادل انا جيت لك وقفت بره والجارد مشاني وبتاع، فانا جيت انا عايز اشتغل. وقال لي والله يا حبيبي انا ما اعرفش، والمكان كان زحمه، تعالى لي بكره. ورحت له قعدت معاه بتغني، بص يا عمر احنا في الشتاء، الرجل شويه بتاعت الخلاجه في مصر شويه ايه خفيفه، بس احنا شغالين، انا عايز ادخل ده في سوق خلايجه في مصر بقى على كده، يعني في ماركت للخلايجه. احنا السياحه في مصر في كلها خلايجه على فكره، كلها خلايجه، اماكن اللي بيروحوا بقى اماكن السهر والحاجات طبعاً. كلها خلايجه طبعا، يعني دي رقم واحد، يعني لازم كلكم تبقوا حافظين اغاني خليجي. لازم طبعا، هم يعني تغلهم مصر مثلا ما عرفوش اغاني مصريه غير لبعض النجوم، ومش كله عارفهم كمان. فقال لي تعالى لي، فروحت له تاني يوم، قال لي انا عايز ادخل في الشتاء رجل مصريه، فانا احطك نمره مصري في اليوم، بس احفظ لي كام بس اغنيه كده على الوش ايه خلي. قلت له ماشي. اداني بقى ميعاد تاني يوم، جيت قال لي ميعادك الساعه 12. ده اللي هو اللي في سفنكس. ميعادك الساعه 12. رحت له الساعه 12. الساعه 12 دي كان اتاري في الشتاء ايه، هما بيعملوا زي مينيمم، يعني ممكن الفرد مثلا ب 300 جنيه، فخمس ترابيزات عليها كل ترابيزه مثلا ثلاث افراد، هم خلاص لموا حق الليله. انا فاكر بقى لازم المكان يبقى كومبليت. قعدت الساعه 12 ما لقيتش غير خمس ترابيزات، قلت حظ النحس برضه، المكان ايه على حظ انا مش مليان وبتاع. تتضايقوا لما يبقى المكان فاضي؟ طبعا، يعني انا عايز الناس تسمعني، عايز اوصل اللي جوايا. بس انت بتغني لنفسك. فقال لي لا مالكش دعوه يا حبيبي، احنا خمس ترابيزات احنا متعودين على كده في الشتاء، هم دولت يعني يجابوا حق المكان وحق الكلام ده كله بتاع، عشان طبعا السياحه فاسعار اغلى، مكان غالي. عملت اول نمره في المكان ده، وراح مديني كام؟ مديني 800 جنيه. مبلغ حلو. يا نهار اسود، 800 جنيه في اليوم، انا بقول لك باخد في الاسبوع كان بيطلع لي 1000 جنيه، وراح 800 جنيه. قال لي معلش قليلين، انا عارف لحد بس ما الدنيا تمشي كده. قليلين ايه دول؟ كتير قوي. قلت له هو انا كل يوم هاخد ده؟ يعني كل يوم هتديني المبلغ ده؟ قال لي والكيت النقطه لما تجي لك يا عم هسيب لك فيها تلتين، او اديني تلت مثلا، او احنا زي ما يكون. الكيت يعني ده لونه. كنت انا جايب تاكسي عربيه فيرنا وبركنها بعيد، عشان ما ينفعش بقى تنزلني قدام المكان وراكب عربيه فيرنا وبتاع كده، ما ينفعش. يعني فرحت جدا، كل يوم 800 جنيه. من هنا بدا بقى سكه الفريز بقى.